بين الحرية الشخصية ونظريات المؤامرة، رفض التطعيم يقلق السلطات الصحية في عالم منقسم بين فائض الجرعات شمالا وندرة اللقاحات جنوبا. تتصاعد الإصابات وتكبر جبهة المعارضين. الجوازات الصحية تطرح أسئلة أكثر مما توفر إجابات، وفرض التطعيم يواجه أسئلة شائكة على ما يستند المشككون في اللقاح، وكيف امتلأ الشارع بمناهضي تدابير الحماية في زمن التباعد. من يرسم الحدود بين السلوك الشخصي والمصلحة العامة؟ وأي تبعات في السياسة والاقتصاد؟ ماذا يقول الطب؟ وأين يقف عمالقة الأدوية؟ رفض التطعيم بين الحرية الفردية والمسؤولية الاجتماعية في المشهدية خاص، مع علي فطوم خبير اللقاحات والأستاذ في جامعة ميشيغان، أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي، ونور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع في جامعة الجزائر. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من المشهدية خاص، والتي نتحدث فيها عن موضوع رفض اللقاح وتأثير هذا الموضوع على اقتصادات الدول من الولايات المتحدة إلى أوروبا وصولا حتى إلى أستراليا. تتزايد ظاهرة رفض اللقاح احتجاجات تندد بالتضييق على غير الملقحين وتناهض ما يعرف بالجوازات الصحية. نتابع ونعود. Passports. We oppose mass testing with dodgy PCR tests, and we also oppose vaccinating children. There's no reason to give a child the poison that they're trying to give all of us. These mainstream, they only report on COVID deaths. If someone falls over and dies but tested positive within 28 days, they put it down to a COVID death. Exactly. If someone dies the next day from the vaccine, it's a coincidence and they won't report it. They haven't reported any vaccine deaths. And whilst all this is happening and everyone's caring about COVID deaths, no one's worried about the millions of people that go out and getting cancer treatment, the million of people that are committing suicide, domestic violence, all this stuff is on the rise. Je voulais pas me faire vacciner parce que je trouve que le vaccin a été mis en place rapidement. Enfin, rapidement malgré tout. On n'a pas vraiment les preuves des risques que ça peut avoir sur notre santé au fil des années. Je me sentais effectivement un peu obligée de le faire vacciner. Pas un peu, mais beaucoup. Pour pouvoir profiter de ma liberté, profiter de ma vie de jeune femme de 31 ans. I would say not at this time, because I'm so careful about how I'm out, how I'm around people. My family members, they take precautions. Everybody's been vaccinated. So, no, I'm not worried about it. I don't put myself in places where there are a lot of people. So, no, I'm not really worried about it. As long as I stay masked up and look out for myself. لتحليل هذا المشهد وهذه المواقف من اللقاح، أود أن أجدد الترحيب بضيوفي من ميشيغان علي فطوم خبير اللقاحات وأستاذ في جامعة ميشيغان، ومن لندن أحمد ياسين الخبير بالاقتصاد السياسي، ومن الجزائر نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع في جامعة الجزائر. أبدأ معك سيد علي فطوم من ميشيغان، أي خلاصات يمكن أن نخرج بها منذ لحظة الإعلان عن اللقاحات وبدء حملات التلقيح، سيما في ظل الرفض حتى قبل يعني الوصول إلى اللقاحات، رفض تام أو بحتى أغلبية كبيرة، في ظل عودة الإصابات وانتشارها وكثرة الإصابات بشكل كبير والحديث عن إغلاق مجددا، أي خلاصات يمكن أن نخرج بها عن اللقاح سواء بين مكان أو آخر؟ نعم، شكرا على الاستضافة. بالنسبة لهذا الموضوع، يعني القضية الأساسية أن اللقاحات بصورة عامة كان دائما هنالك ما نسميه أنتي فاكسر، للناس الذين يعارضون أخذ اللقاحات بصورة شاملة، وهذه منطلقات هؤلاء هي منطلقات إما منطلقات أيديولوجية ضد التدخل في جسم الإنسان، ضد التدخل في مشيئة الخالق
وإلى آخره، فهنالك بعض المجموعات أيضا من ناحية دينية ترفض مثل هذه الأمور، ولكن ما نراه في ما رأيناه حتى الآن هو أن هذه المجموعات هي مجموعات من الناس المتعلمين وأيضا حتى من داخل الحقل العلمي في علوم الفيروسات وإلى آخره، لأن هذا الشيء أدى في بداية الأمر إلى التشكيك، وطبعا كل شيء جديد كان تشكيك، وكان لديهم سلاح، السلاح الذي كان لديهم في إقناع الناس إنه كل هذا الموضوع كان سريعا جدا، لم نرى كذا، لم نرى كذا وإلى آخره، لا نعرف كذا، وبدأت الأمور تذهب باتجاه المؤامرة وإلى آخره، وهذا وجد أذان صاغية عند بعض الناس. ولكن السؤال الكبير هو كمان هذا نقطة أساسية بالنسبة لنا، فشلنا نحن في أن نوصل الرسالة بصورة صحيحة وبصورة مباشرة إلى الناس، وأن نقارن هؤلاء. نحن أقول بمعنى أولئك الذين يتعاملون بالعلم، يتعاملون بالبحث العلمي، يتعلمون بعلوم اللقاحات، تاريخ اللقاحات، الأمراض المعدية، كلنا قمنا بدور معين، ولكن السؤال هو هل كان بالممكن أن نقوم بدور أكبر من ذلك أم لا؟ أعتقد أنه أيضا قد كنا قادرين على أن نكون بنجاعة، نقوم بهذا الدور بنجاعة أكبر، وأيضا تجنيد القوى الأخرى من إعلام، من رجال دين، من رجال مجتمع، كل هؤلاء الناس لم نقم بتجنيدهم من أجل الوقوف أمام مثل هذه ردة الفعل التي كانت، وهذه ليست فقط بمجموعة أو بمكان معين أو جغرافية معين، هي على مستوى جغرافيات العالم ككل، يعني كل في كل اللغات وفي كل المناطق كان هذا النوع من المعارضة. سأعود إليك طبعا سيد علي فطوم لأتحدث معك، بماذا أخطأتم؟ وإذا كانت القضية قضية تحشيد فقط، لأن النتائج يعني يقول البعض والكثير ممن رفض أنه ما رفضناه نراه، يعني نراه سواء من ردات الفعل على هذا اللقاح أو حتى عودة الإصابات أكثر من قبل، يعني ربما هي القصة أكثر من قضية تحشيد. سأعود إليك لأعرف أين كان الخطأ. أنتقل إلى السيد أحمد ياسين، أو عفوا السيد نور الدين بكيس من الجزائر، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الجزائر. هذا الرفض بحسابات علم الاجتماع مبرر مفهوم أم طبيعي؟ لأنه يعني كان في مطالبة باللقاح، هل طريقة طرح اللقاح هي ما جعلت هذا الخوف وهذا الرفض وبالتالي مبرر ومفهوم، لأنه لم يكن هناك يعني مرض وتم وجود لقاح له بهذه السرعة، كل الأمراض غير قبل كان في تفاعل جدا مع اللقاح، لماذا هذا الموضوع تحديدا كان في رفض تام؟ يعني الكورونا أفضل من لقاح كورونا بحسابات علم الاجتماع، كيف يفسر أو تفسر هذه الظاهرة؟ مساء الخير لكل المشاهدين، أشكركم على الاستضافة. أعتقد أنه في بداية الأمر عندما جاءت كورونا وانتشرت كان هذا الخطر خطرا مجهول بالنسبة لكل المجتمعات، وبالتالي حدثت صدمة في التعاطي مع ذلك، وكان الجميع تقريبا ربما يخضع بسهولة كبيرة للإجراءات التي اتخذت في بداية الأحداث، وقد رأينا أن الكثيرون أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الصين حين أجبرت أزيد من مليار على المكوث في البيت. لكن مع مرور الوقت بدأ جزء كبير من رواد من بدأت جزء كبير من المجتمعات أصبحت تتعاطى وتتكيف مع هذا الوباء، وبالتالي لم يعد خطرا مجهولا بقدر ما أصبح خطر معقول أي يمكن التعاطي معه، كما يحدث مع الكثير من الأخطار التي يتم التطبيع معها. عندما أقرأ مثلا إحصائيات عن ما يسببه ضغط الدم والقلب من ضحايا سنويا في العالم يقارب 18 مليون قتيل، وبالتالي غالبية الأفراد أصبحوا تخلصوا من مرحلة الصدمة وصاروا يفكرون في مآلات ذلك، خاصة عندما تعارض ذلك مثلا مع نمط معيشتهم، نمط حياتهم، مع حريتهم، ورأوا أنهم يساقوا من قبل الأنظمة، من قبل النخب الحاكمة إلى تهميش أو تقليص الكثير من الحريات، حتى أصبح ليس
ليس لهم خيار في اختيار بين هي فقط أن يتلقوا تلك الجرعات أو لا يتلقوها. هي فقط كذلك. نعم؟ هي فقط كذلك سيد نور الدين، يعني بسيكولوجية المجتمع، هي فقط كذلك. أنا أتحدث عن تجربة شخصية، ربما بعيدا عن أنه يسوقون أنه يجب أن نلقح. الفكرة أنه شيء لم نعرف كيف تم دراسته، سرعة رهيبة في إنتاج اللقاحات، ردات فعل سلبية بعد كل لقاح، يعني بكل أنحاء الجسم. هذه أشياء ملموسة، ليس فقط سيكولوجيا أنه أنا تم سياقي بالقوة إلى أخذ اللقاح أو مفروض علي لكي أسافر أو أتحرك. حتى هذه الشروط، يعني لماذا حتى هناك من قال من لندن أنه حتى على أولادي إذا أنا لم ألقح ممنوع أن يدخلوا الجامعة ويتابعوا تعليمهم. في شيء أكثر يعني من غريب بهذا الموضوع، ألا يحق أن يكون هذا الرفض؟ أكيد. الأكيد أن هذه المؤشرات وهذه النتائج غدت ثقافة المؤامرة، نظرية المؤامرة، لأنه في الأخير الجميع يعتقد بأن هناك دائما من يستثمر في مثل هذه الأزمات، وبالتالي حتى إن لم يكن هو الذي أسس للأزمة وأحدث الأزمة كما قيل حول صناعة هذا الوباء إلى آخره، لكن في الأخير هناك دائما من يستثمر ومن يستفيد. لذلك نجد نوع من الشك، استقر هذا الشك وأصبح التشكيك في كل شيء أصبح عاما، حتى مؤسسات من داخل القطاع الطبي. حتى نحن نعلم جيدا أنه الخطاب الطبي لا يمكن أن يعالج ولا يمكن أن يجيب على كل التساؤلات، على أساس أنه دائما الخطاب الطبي هو خطاب نوعا ما راديكالي مستقيم، في حين أنه هذا النوع من الأزمات تدار بخطاب يشمل الاجتماعي الاقتصادي السوسيو اقتصادي، لأنه يؤثر بشكل كبير على حياة الناس. وبالتالي الإرباك الذي حصل، الشك الذي حصل، ربما يأخذ أشكال في مواجهات أو تدافع، يأخذ أشكال مثلا قضية تلقي الجرعات، كما يأخذ أشكال كثيرة جدا. لكن الأصل المشكلة أعتقد أن هناك توجس، هناك استشعار للضعف أمام هيمنة وسيطرة من قبل النخب القيادية، وبالتالي هذا الشك يساعد على التشكيك في كل شيء، في كل خطوات، في كل إجراءات، خاصة وأنه العالم اليوم مفتوح للمقارنات، لإعادة قراءة النتائج من عدة زوايا. وبالتالي سأنطلق بهذه النقطة تحديدا، التشكيك، إلى السيد أحمد ياسين الخبير بالاقتصاد السياسي وهو معنا من لندن. أيضا أجدد الترحيب بك سيد أحمد. سيد أحمد، يعني حتى قبل طرح اللقاح، عندما قالوا أنه قاب قوسين أو أدنى اللقاحات، تهافتت الشركات على يعني إنتاج لقاحات. لماذا كان بهذه الكميات الغريبة حتى يعني رغم التشكيك؟ والتشكيك ليس من فئة ربما غير المتعلمين الذين يتأثرون بأي شيء لا يعرفون عنه شيء، حتى ناس من الجسم الطبي وغيره كانت تتحدث حتى عن مؤامرة، يعني ليس فقط طبيا إنما عن مؤامرة. لماذا كان هذا الكم من الإنتاجات في اللقاحات، التي سأتحدث معك يعني لاحقا عن الخسائر اللي وصلنا إليها اليوم، لماذا يعني إنتاج كل هذه الكمية من الأساس؟ بداية أشكركم على الاستضافة. بالتأكيد كان هناك يعني عدد كبير من المشككين بخصوص فاعلية اللقاح، خاصة وأن يعني اللقاحات عادة طبيا تأخذ من 8 سنوات إلى ما يزيد عن 10 سنوات حتى يتم اعتمادها والتأكد من أنها سوف لن يعني تنتقل إلى ما هو أسوأ من خلال تبعاتها الصحية. انطلاقا من هذه النقطة، نعم كان هناك يعني جانب كبير من المشككين، ولكن في نفس الوقت هناك أيضا عدد كبير جدا من ممن اقتنعوا قناعة مطلقة بأن هذا اللقاح هو الطريق الوحيد للخروج من نفق يعني فيروس كورونا وتبعاته الصحية، وكذلك أيضا تبعاته الاقتصادية. وهنا دعيني أركز على نقطة أساسية، يعني هناك طرف كبير شكك بفاعلية اللقاحات، ولكن من اعتمد واقتنع بهذه اللقاحات، خاصة اللقاح الذي أنتجته شركة أسترازينيكا الذي توصل إليه مركز البحوث التابع لجامعة أوكسفورد، يعني هناك طرف كبير من البريطانيين كانوا مقتنعين قناعة مطلقة من أن هذا اللقاح سوف ينقلهم إلى بر الأمان،
لأن مركز البحوث المرتبط بجامعة أكسفورد له باع طويل، له تاريخ طويل بالتعامل مع الفيروسات، خاصة سلالة كورونا. يعني سلالة كورونا أنتجت العديد من الفيروسات، وطالما أن مركز البحوث التابع لجامعة أكسفورد له هذا التاريخ الطويل في التعامل مع هذا الفيروس وسلالته والفيروسات الأخرى التي يعني تمخضت عنه، كان هناك قناعة مطلقة من أن هذا هو الطريق الوحيد للخروج من نفق انتشار فيروس كورونا. وهذا ما دفع الشركات من خلال تشجيع حكومي، الحكومة البريطانية شجعت بشكل مكثف شركة أسترازينيكا لكي تنتج كميات كبيرة من هذا اللقاح، لكي يتم يعني استكمال برنامج اللقاحات المقدم من قبل الحكومة البريطانية لأكبر عدد من البريطانيين. وهذا ما يعني من خلاله أثبتت الحكومة البريطانية نجاحات كبيرة جدا في إعطاء برنامج اللقاحات لجرعتين لعدد كبير من البريطانيين لما يزيد عن 80%. كذلك أيضا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كان هناك جانب مشكك، ولكن بالمقابل الجانب الذي اقتنع منذ بداية الأمر بفاعلية اللقاح وأنه الطريق الوحيد للخروج من نفق فيروس كورونا هو الذي دفع شركات إنتاج الدواء لإنتاج اللقاحات بأعداد كبيرة، بالإضافة للتشجيع الحكومي الذي شهدناه سواء من الحكومة البريطانية أو من الإدارة الأمريكية. يعني طالما أن فيروس كورونا يعني غير طبيعة المجتمعات، خاصة المجتمعات الغربية هنا في بريطانيا بسبب كورونا، المجتمع البريطاني تغير بشكل كبير جدا. يعني طبيعة العمل تغيرت، طبيعة التعامل بين الناس تغيرت بشكل كامل. وطالما أن الجميع في هذه الورطة الكبيرة المرعبة التي لم يشهدوها في الحديث، ظهر اللقاح وكأنه هو الحل الوحيد. لذلك كان هناك جانب كبير جدا من اعتمد واقتنع وشجع لاتخاذ اللقاح. ابقوا معنا ضيوفنا الكرام. 7 أسباب رئيسية يرفعها معارضو اللقاح، ما هي؟ نشاهد ونعود. أعود إليك سيد علي فطوم، تحديدا بالأسباب لرفض التطعيم، هل هي واقعية، تظهر أنها واقعية، أم هي أسباب لأنه فقط هو شيء مجهول؟ وأود أن أعرف النقطة اللي كنت تتحدث فيها، بماذا أخطأتم، ولو أصلحتم هذه النقطة لكانت أصلحت هذه الأسباب أم لا؟ الواقع ما نشهده يقول أنه لو مهما كان في أشياء تؤكد هذه المخاوف. نعم، هنالك قضايا معروفة، أنه هنالك مجموعة من الناس مهما كنت ومهما قلت ومهما عملت لن تستطيع إقناعهم بأخذ مثل هذه اللقاحات. إذن هذا هو السؤال، القضية الأولى. القضية الثانية هي أن كثير من المشككين اللي طرحوا قضايا زي السرعة مثلاً، طبعا هل ممكن نخرج ونقول للجميع أن التكنولوجيا قد تطورت وأن كذا وأن كذا؟ ما حصل هو أن لدينا جائحة، الجائحة أتت بعد 100 سنة تقريبا من الجائحة الأولى وهي الإنفلونزا الإسبانية. إذن لدينا جائحة جديدة على مستوى العالم ككل، وهل نستطيع انتظار 10 سنوات حتى نقوم بإنتاج وفحص كل جوانب اللقاحات؟ اللقاحات التي طورت بالطريقة السريعة هذه هي نتيجة لتقدم التكنولوجيا من ناحية أولى، من ناحية ثانية معرفتنا بالفيروسات هي معرفة دقيقة جدا. أيضا كان خلال أسابيع كنا نعرف ما هو تركيب الجين المعين
لمثل لهذا اللقاح وللمادة سبايك بروتين أو النتوء البروتيني المسؤول عن عملية الحصانة ضد الفيروس. إذا كل هذه الأشياء التي كانت تأخذ منا سنوات في السابق استطعنا أن نعملها خلال أسابيع. النقطة الأخرى هي التكنولوجيات الجديدة. التكنولوجيا الجديدة مثل تكنولوجيا المسنجر RNA هي أيضا كانت موجودة، هي ليست اكتشفت اليوم، هي موجودة من 5 إلى 10 سنوات وهنالك عمل عليها، ولكن أتت هذه الجائحة لتعطينا إمكانية لتقوم بتنفيذ مثل هذه التقنية. الآن لم يكن هنالك تهادن أو تهاون في صفات هذه اللقاحات من ناحية الإنتاج، من ناحية السلامة، ومن ناحية المناعة المكتسبة منها. إذا كان هنالك سرعة مضبوط، لا كان هنالك تشابك المراحل الأولى والثانية والثالثة مضبوط، ولكن لم يكن هنالك تهاون بالنسبة للسلامة وبالنسبة لما خرج من هذه اللقاحات. ولذلك أيضا الجهات الصحية المسؤولة لم ترخص بشكل مباشر مثل هذه اللقاحات، لأنها كانت تنتظر أن تكتمل الصورة كما كنا نعهدها باللقاحات الأخرى. ولذلك ما أعطته كان ما نسميه الترخيص تحت حالة الطوارئ، بمعنى أننا نتابع ونستمر بالبحث، نستمر بأخذ المعلومات ونبني هذه المعلومات. وكما لاحظنا بعد ملايين الناس من الذين أخذوا هذه اللقاحات استطاعت فايزر أن تقدم وتأخذ ترخيصا كاملا بناء على المعطيات التي جمعتها خلال الفترة كما طلبت منها المؤسسات الصحية، وهي فترة 6 أشهر على الأقل من ناحية السلامة ومن ناحية النجاعة والمناعة المكتسبة. إذا لا يمكن أن نقول إنه إحنا تسرعنا، لم نتسرع. لكن ربما أقل شيء ممكن كان، يعني هي الفكرة البديهية عندما طرح اللقاح كان ربما من الأشياء الخاطئة عدم شرح إنه اللقاح لا يمنع الإصابة، إنما يمنع أن تكون الأعراض لهذا الفيروس قاتلة. وهون ربما أيضا يعني يقولون الآن إنه ها هي الإصابات تعود، هو لا يمنع الإصابة اللقاح. هذا أقل شيء لم يوضح حتى ربما بحملة التوعية. يعني كان في توجه لإنتاج غزارة باللقاحات دون مواكبة أو حملة توعية. لا، أنا يعني لا أوافق الرأي على هذا الموضوع، لأنه طبعا في لما هنالك حالة جائحة جميع أي أحد لديه تقنية معينة يستطيع أن يعمل بها وأن يذهب بذلك الاتجاه، وكان هذا خير وكان جيد جدا أن يكون لدينا تقنيات مختلفة. بأن ظهر لدينا خلال فترة قصيرة 6 أو 7 لقاحات مختلفة. إذا السؤال هنا ليس التقنيات والكمية. النقطة الأخرى هي أن عملية اللقاح عندما طرح اللقاح وقمنا بعملية الدراسة كان هنالك تحديد الحالة المرضية كان لمنع المرض وليس لمنع حملان الفيروس. حملان الفيروس لم يكن هو النتيجة الأولى لهذه اللقاحات، كان منع المرض والدخول إلى المستشفيات والموت. هذه هي القضية الأولى. أما يأتي الآن بالنسبة لمنع وجود الفيروس بالأنف ومن أجل الإصابة وإلى آخره، هو الزائد، هو أتى مؤخرا وأتى فقط نتيجة لطرح قضية البوستر أو الجرعة المحفزة. سيد علي وسيد أحمد وسيد نور دبكيس، فيما تعلو أصوات رافضي اللقاح لأسباب مختلفة شهدت البرتغال مأساة جديدة مع وفاة أسرة بكاملها كان أفرادها يصرون على رفض التطعيم. ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن فرانسيس غونسالفيس أن والدته ووالده وشقيقه رفضوا تطعيم أنفسهم ضد فيروس كورونا انسجاما مع أصحاب الدعاية الرافضة للتطعيم قبل أن يصابوا بالفيروس ويتوفوا في غضون أسبوع. أعود إليك سيد نور دين بكيس عن هذا الرفض اليوم، كم كلف صحيا؟ يعني هذا نموذج اليوم، خسارة عائلة بأكملها، إلى أي مدى فعلا ضروري أن يكون هناك تطعيم؟ وهل يحق الرفض عندما يكون في وباء يجب أن يعني تؤخذ به أو بعين الاعتبار المصلحة الاجتماعية حتى لو كنت داخليا
على رفض، لكن في مصلحة مجتمعية تستدعي أن يطعم الجميع. أين هي الحدود هنا؟ هذا يرتبط بمدى الثقة في المؤسسات، لأنه كل مجتمع يختلف عن الآخر. عندما تكون هناك نخب قيادية منتخبة بشكل نزيه، وتكون هناك ثقة في المؤسسات، ولا تظهر فضائح متنوعة عن تلاعب بالمال العام وعن تلاعب بمصالح البلد عن طريق المؤسسات الكبرى الضخمة العالمية التي تصنع الأحداث ثم تستثمر فيها، أعتقد أنه يصبح هذا الخطاب سهل جدا قبوله، على أساس أنه المجتمع يلجأ أو يذهب أو يقتنع أو يقبل بالتلقيح من أجل المصلحة العامة، ثم تكون هناك سهولة في فرض هذه الخيارات بطرق ملتوية، بطرق ذكية، عن طريق منع الدخول إلى أماكن معينة، مناطق محددة إلا للمطعمين. هذا ممكن يعني. أما عندما تكون هناك يكون خلل على مستوى الثقة، عندما يكون هناك تشكيك، يصبح الأمر صعب جدا. ورأينا مثلا على سبيل المثال الحصر، كيف انقسم المجتمع الأمريكي في قبل الانتخابات الأمريكية، انقسام شديد جدا، وظهرت التخوين والتشكيك في المؤسسات ونظرية المؤامرة، وأصبح حتى رئيس يتحدث عن انتخابات مزورة. وبالتالي كلما كان هناك حجم شك مرتفع يصعب إقناع الجميع، وكما أنه يصعب فرض هذه القرارات على الجميع. لأنه لو قلنا بمقارنة بسيطة بين الدول الغربية والدول المتخلفة، الدول يعني المتخلفة، نجد أن الأمر غير مطروح بشكل كبير جدا في المجتمعات المتخلفة، على أساس أن الرهانات تختلف. الرهانات كورونا في المجتمعات غير المتطورة هي رهانات كبيرة جدا، تجعل المواطن العادي يرفض الالتزام حتى بالإجراءات الصحية، على أساس أنه لا يمكن للمجتمع أن يتكيف وفق تقنيات وأطر جديدة من أجل أن يواصل حياته، لأنه لا يملك القدرة والإمكانيات الكافية للتكيف، كما حدث في بريطانيا أو غيرها، لأنه حتى شبكة الإنترنت ضعيفة، ما بالك بشبكات المالية، طريقة العمل، طريقة تنظيم المؤسسات. وبالتالي الرهانات تتغير من مجتمع إلى آخر، لكن أصل المشكلة دائما هي مدى الثقة في المؤسسة، وخاصة مدى الثقة في الخطاب الطبي، لأنه رأينا أن الخطاب الطبي ارتبك بشكل كبير جدا، وقدم قراءات متناقضة في كل مرة، وفي كل أسبوع نجد معلومات جديدة تتناقض، ونجد أنه حتى المراكز، حتى المؤسسات التي أصدرت نتائج وتراجعت عن تلك النتائج، صحيح، وأنه بعض صحيح نحن أمام مشهد إرباك. نعم، وخاصة أنه بعض تم استغلاله، خاصة بالدول اللي حصل فيها انتخابات، وتحديدا ربما الولايات المتحدة الأمريكية، المحسوبة أن الدولة العظمى، خاصة أيضا فيما يتعلق بموضوع اللقاح، ودخل في البزار السياسي موضوع اللقاح، وربما أثر عليه سلبا كثيرا. ابقى معنا سيد أحمد مع ضيوفنا. الجدل يتواصل في فرنسا عقب بدء العمل بالشهادة الصحية لدخول عدة أماكن كالحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمستشفيات ووسائل النقل. صحيفة ديلي تلغراف البريطانية قالت أن الفرنسيين لديهم تاريخ طويل من التردد في تناول اللقاحات، وأضافت أن استبداد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الإطار سوف يأتي بنتائج عكسية، فبدلا من طمأنة الجمهور سعت الحكومة إلى تعزيز القبضة الحديدية. أعود إليك سيد أحمد ياسين، الخبير في الاقتصاد السياسي، كم سيكلف هذا الرفض اقتصاديا سواء فرنسا أم حتى بريطانيا والكثير من الدول، لأنه واضح أن الدول الغنية أيضا، ربما اليمين، لا نعرف إن كان اليمين فقط أم حتى باقي الأطراف، كانت رافضة بشدة لهذا اللقاح، وحتى من شريحة المتعلمين. كم سيكلف الدول الغنية هذا التوجه اقتصاديا؟ طبعا يعني ملف التشكيك الذي تحدثنا عنه منذ بداية البرنامج للآن، بالتأكيد انعكس بمزيد من التبعات الاقتصادية الخطيرة التي فرضها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ككل، بالإضافة إلى أن يعني هناك حال من الفشل الخطيرة التي يعني لم تتمكن الدول المتقدمة اقتصاديا من التعامل مع التبعات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا. وهناك سبب مباشر لمثل هذا الفشل، مرتبط مع غياب الدور الأمريكي في يعني قيادة العالم كما تعودنا عليه على مر العقود الماضية.
في عهد الرئيس دونالد ترامب كان من الواضح جدا أنه انكفأ بالولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن التطورات الدولية، وسحب الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الاتفاقيات الدولية. بالتأكيد هذا انعكس سلبا على دور الولايات المتحدة الأمريكية القيادي والريادي. وهنا أذكر بأن في حال عندما يعني واجه العالم انتشار فيروس إيبولا في عام 2014، كانت الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت محافظة على دورها التقليدي في عهد باراك أوباما. ومن المعروف جدا أن مؤتمر الجي 20 في ذلك الوقت كان له دور فعال جدا في أخذ القرارات اللازمة لمواجهة ذلك الفيروس. ولكن في مواجهة فيروس كورونا كان هناك غياب واضح للدور القيادي العالمي في مواجهة التبعات المرضية والاقتصادية لهذا الفيروس، وهذا ما انعكس بأضرار ومتاعب اقتصادية خطيرة جدا. ومثل هذه المتاعب الاقتصادية هي بالتأكيد يعني سوف تنعكس على الدول الفقيرة أكثر خطورة وأكثر سلبية. أغلب التقارير تشير بوضوح إلى أن الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة يعني أصبحت فجوة مرعبة زاد اتساعا بشكل. سأتحدث ربما عنها لنعطيها هذا الوقت، يعني لنفهم هذا التناقض. هنا في غزارة لقاحات مع مظاهرات ترفضها، وهنا لا يوجد حتى ربما اللقاح الأول وتسليم لهذا اللقاح. سنتحدث عن هذه الفجوة وهذه الصورة. ابقوا معنا ضيوفنا الكرام سيد علي فطوم، أحمد ياسين، ونور الدين بكيس، ومشاهدينا. فاصل ونعود. من جديد مشاهدينا أهلا بكم. تريليونان و300 مليار دولار حجم خسائر الإنتاج الإجمالي العالمي خلال السنوات المقبلة نتيجة بطء حملات التطعيم. هذا ما كشفته دراسة أجراها مركز أبحاث The Economist، خلصت إلى أن ثلثي هذه الخسائر ستتكبدها الدول ذات الاقتصادات النامية، ما سيؤدي إلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها. وبحسب الدراسة فإن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات سيؤدي بدوره إلى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتا أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة. أعود إليك سيد علي فطوم، لماذا لا توجد بكثرة اللقاحات في هذه الدول الفقيرة يعني مستسلمة لموضوع اللقاحات؟ ربما الرفض الأكثر هو في الدول الغربية والدول الغنية، وها نحن نشاهد الصورة خلفي، يعني هي المظاهرات في بريطانيا وفرنسا وغيرها. لماذا لا يوجد هذه اللقاحات إذا كان هو مرض ينتقل ومعدي؟ ما مصير اللقاحات؟ هي القضية الكبيرة الأساسية هي أن هنالك مجموعة كبيرة من اللقاحات الموجودة، وهذه اللقاحات يجب أن تعتمد من قبل الدول المختلفة، لأن المؤسسات الصحية في كل دولة تقوم باعتماد اللقاح الذي ستعطيه لمواطنيها. إذا القضية هي البحث والمسؤولية المؤسسات الصحية والمسؤولين في هذه البلدان. لقد تأخرت كثير من هذه البلدان في الذهاب إلى وطبعا شراء هذا اللقاح. الآن وطبعا إذا لاحظنا أنه حتى طلع على الدول العربية، وبحب أركز على الموضوع هذا، أن الدول العربية بشكل عام هي دولة أو دولتين الذين وصلوا إلى هذه اللقاحات بطريقة سريعة، بينما الآخرين قد تلكأوا وقد بقوا ينتظروا الكوفاكس وينتظروا الدور على إلى هذه اللقاحات. النقطة الأخرى هي عدم وجود مؤسسات صحية قادرة على العمل، بمعنى أن تنتج هذه اللقاحات في الدول نفسها، لأن لا يمكن أن نعتمد بصورة كاملة ونهائية على الدول الكبيرة لتعطينا هذه اللقاحات وننتظر منها حلولا عادلة. لا يوجد حلولا عادلة. هذه المؤسسات
أو الشركات الأدوية هي شركات خاصة، شركات من أجل الربح وليست شركات خيرية، وأيضا تقوم بأخذ أرباحها من الدول الغنية وليس من الدول الفقيرة. إذا الدول الفقيرة عندها كثير من المشاكل. المشكلة الأولى هي عجز في المؤسسات الصحية، عجز في المؤسسات السيادية، عجز في الإنتاج، عجز في الحصول على أي شيء. ولذلك يجب أن تذهب عن طريق منظمة الصحة العالمية ومؤسسات الصحة، منظمة الصحة العالمية، وهي أكثرية العالم. إذا السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو عندما ننظر إلى العدالة يجب أن ننظر أيضا إلى أنفسنا ونقول ماذا يجب علينا أن نعمل. لماذا ننتظر فايزر إذا كان لدينا مثلا سبوتنيك، إذا كان لدينا أسترازينيكا، إذا كان لدينا آخرين؟ ولذلك الاعتماد بشكل كلي على المؤسسات والشركات الكبيرة سيكون مشكلة للعالم، ليس فقط في حالة هذه الجائحة. أي ناحية أخرى، الطلب كبير جدا، نتحدث عن العالم بأسره، ولذلك لا يوجد هنالك محدودية للإنتاج، وهذا طبعا يؤدي في نهاية الأمر أن تضع الأولويات. منظمة الصحة العالمية تطالب بالعدالة التوزيع، وخاصة في قضية الجرعة المحفزة التي نتحدث عنها في الآونة الأخيرة، إنه كيف يمكن أن نتحدث عن هذه الجرعة المحفزة بينما أكثرية العالم لم تصل إلى جرعة واحدة. إذن قضايا هي قضايا تكامل عالمي وأيضا تكامل صحي، ودور منظمة الصحة العالمية اللي أضعف خلال 4 سنوات أو 5 سنوات الأخيرة، هذا الدور يجب أن يعود ليلعب الدور الأساسي، وايضا تضامن العالم والمؤسسات ربما العالميه. هذا الموضوع يعني صعب قليلا الان، خاصه بعد ما تعرضت له منظمه الصحه والدور اللي اخذته للاسف. اعود اليك سيد احمد ياسين للحديث عن هذه النقطه والفجوه ايضا والخسائر. لماذا ربط موضوع المزيد من الفقر في هذه الدول الفقيره مع بطء التلقيح عفوا؟ ما العلاقة يعني؟ لماذا سيؤدي هذا الموضوع إلى المزيد من الفقر وهذه الفجوة اليوم اللي كنت تتحدث عنها؟ إذا أمكن أن نشرح كل هذه النقاط وعلامات الاستفهام. نعم، سوف أكمل الإجابة، ودعيني أركز بداية على الدور الأمريكي الغائب كليا. يعني إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تعطي الأهمية القصوى والكاملة لمواجهة الصين. هي اتخذت من الصين يعني صفة العدو، وباتت كل جهود هذه الإدارة موجهة نحو يعني كبح جماح التطور الاقتصادي التنموي للصين، وعدم يعني السماح لها بأخذ القوة، بأخذ يعني مكانة القوة الاقتصادية الأولى في العالم. هذا هو اهتمام الإدارة الأمريكية الأساسي، وهذا ما يجعل الدور الأمريكي القيادي مغيب كليا. كذلك أيضا سبب آخر للفشل، والذي سبب باتساع الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، هو غياب دور المؤسسات المالية الرئيسية، في مقدمتها صندوق النقد الدولي. وهنا اسمحي لي بعض الوقت حتى يعني أتمكن من شرح آخر خطوة وتحليل آخر خطوة أقدم عليها صندوق النقد الدولي. عندما تحدث الإعلام ويعني وتحدث مرارا وتكرارا عن هذه الخطوة بأنه أقدم لإصدار مبلغ بقيمة 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وهذه الخطوة اعتبرت من قبل صندوق النقد الدولي بأنها سوف تقلص الفجوة بين الدول الفقيرة والدول الغنية. ولكن واقعيا واقتصاديا مثل هذا الكلام هو افتراء، هو كذب بشكل واضح وبشكل عملي، لأن يعني ما يرتبط بصناديق السحب الخاصة والمبلغ الذي تحدث عنه صندوق النقد الدولي هو واقعيا سوف يذهب إلى الدول الغنية أكثر مما سيذهب إلى الدول الفقيرة. حتى أن ضمن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص هذه الخطوة، يعني ماذا تريد أن تقول سيد أحمد بالخلاصة بالنقطة اللي سألتك عنها لناحية الإفقار وهذه يعني الفجوة وإفقار الدول الفقيرة أكثر، يعني أي رابط مع بطء التلقيح؟
يعني مرتبطة بشكل مباشر بالنقطتين التي ذكرتهما قبل قليل، وكذلك أيضا هناك نقاط أخرى، يعني موضوع الجشع والطمع من قبل شركات الدواء، وكذلك أيضا مراكز البحوث عندما لم تعطي براءة الاختراع أو التخلي عن حقوق الملكية الفكرية لاختراع للقاح كورونا للدول النامية. هناك العديد من الدول النامية بإمكانها أن تنتج اللقاحات وتمنع هذا اللقاح لشعبها وكذلك أيضا لباقي الدول، ولكن مثل هذا القطاع لم يتم من قبل شركات الدواء. كذلك أيضا برامج الأمم المتحدة ككوفاكس يعني فشلت بشكل واقعي. وصلت الفكرة. أعذرنا لضيق الوقت، أود أن يعني أخذ الإجابات من الجميع. سيد نور الدين بكيس، عندما يعني يحول موضوع هو يعتبر أنه حرية شخصية وأنه التلقيح هو شيء إجباري اليوم في هذه يعني الموقف الحاد منه، إلى أي مدى فعلا يجب أن يكون هناك قبضة حديدية في هذا الموضوع، لأنه في مصلحة مجتمعية، وأي تداعيات هذه القبضة إذا استعملت لناحية إجبار على التطعيم سيكون لها تداعيات كيف على المجتمع بشكل سريع؟ أعتقد أنه المواطن في الدول المتطورة استطاع أن يفتك هامشا كبيرا من الحرية على مر عشرات السنين. هذا الهامش من الحرية أعتقد أنه أصبح مزعجا، والدليل على ذلك أنه أصبح يستطيع إيصال ترامب للحكم وإيصال اليمين في فرنسا وفي النمسا وفي إيطاليا وفي عدة يعني دول، وأصبحنا لأول مرة نتحدث عن فكرة أن المؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع فرض خياراتها بكل سهولة. وبالتالي المواطن اليوم، هذا النوع من المواطن في الدول الغربية، وكأنه يحتاج إلى نوع من التقليم للحريات. هذا التقليم قد يحدث باستغلال الجائحة، لأن الجائحة في آخر المطاف هي كم هائل من الخوف والرعب الذي يبث عبر الإعلام بشكل دائم، لأنه تسيير الجائحة إعلاميا مهم جدا في المعادلة. لو سكت الإعلام عن الجائحة أعتقد أنه الكثيرين في المجتمعات لن ينتبهوا إطلاقا لما يحدث، وهذا الذي يحدث. كلما يطار الهلع والخوف بشكل كبير عن طريق تقريبا كل وسائل إعلامية، هذا ينعكس بشكل مباشر على سلوك ورد فعل المواطنين والمجتمعات. لذلك أعتقد أن المشكل الأساسي، وقد رأينا أنه عندما كانت المجتمعات أمام محطات كبيرة تجاهلت كلية كورونا عند مواعيد انتخابية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وبالتالي نحن أمام معركة حرية هي مطروحة. صحيح أن العنوان أخلاقيا صعب جدا تجاوزه، من يقبل بفكرة التضحية بالمجتمع؟ لأنه الإضرار لا يبقى على مستوى الشخص وإنما يضر غيره، ينقل العدوى، وهذا ما الذي جعل الكثير يحجمون على الرفض وحاولوا الرفض بشكل غير مباشر بأسباب أخرى مثل استعمال الأسباب الاقتصادية أو أسباب متعددة. لكننا نعيش فعلا أزمة حرية. جميل جدا. انطلاقا من هذه النقطة سأعود إليكم طبعا بسؤال أخير، ما الذي يجب فعله سواء بعالم اللقاحات وبعالم المجتمع ومنها الإعلام وبعالم الاقتصاد؟ ابقوا معنا. الجرعة الثالثة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية قوبلت بتنديد من منظمة الصحة العالمية التي دعت مرارا إلى وقفها وتحويل الجرعات إلى الدول الفقيرة في ظل فجوة عملاقة في اللقاحات بين دول العالم.
سيد علي، ما المطلوب على صعيد اللقاحات؟ المطلوب على صعيد اللقاحات الآن هو أن تصل هذه اللقاحات إلى جميع أنحاء العالم بصورة سريعة جدا، وأن تكون هنالك سياسات صحية واضحة بالنسبة لكل الجغرافيات. بالنسبة للإنتاج اللقاحات، هنالك يجب العمل على وصول هذه اللقاحات من الدول المختلفة وخاصة من الدول الغنية، لأن لديها إمكانيات كبيرة جدا، ويوجد لدينا كمية هائلة من اللقاحات الموجودة في المستودعات. الآن القضية الأخرى هي قضية الأولويات، هل هنالك حاجة إلى جرعة ثالثة؟ طبعا كان هنالك حديث عن بعض الفئات العمرية وبعض الفئات من المطعمين مثل أولئك الذين لديهم مناعة ضعيفة وإلى آخره، تأخذ جرعة محفزة، ولكن الحديث الآن عن جرعة محفزة بشكل عام للجميع، هذا طبعا قضية يجب العودة إليها من ناحية أخلاقية ومن ناحية عملية. هل هنالك فائدة من مثل هذه الجرعة؟ وأين هي الفائدة لهذه الجرعة إذا ممكن نأخذ هذه الجرعة إلى دول أخرى لم تحصل على اللقاح، وأن نستطيع أن نخفض كمية وجود الفيروس في هذه الدول؟ لأن هذه الدول ستؤدي في نهاية الأمر إلى إنتاج متحورات جديدة. المتحور الهندي أو دلتا الذي حصلنا عليه نتيجة لتحرك الفيروس وانتشاره السريع والهائل في الهند. لو كانت الهند في دولة قد تطعمت وقد أعطيت التطعيم كما الدول الأخرى، قد نكون قد وفرنا على أنفسنا عدد هائل من الإصابات والوفيات نتيجة لمتحور دلتا وهذا الشيء الهائل الذي يحصل الآن. القضية الأخرى يجب أن نفهم ماذا نريد من هذه اللقاحات. هل ماذا نريد وماذا نتوقع من إعطاء الجرعة المحفزة؟ هل هنالك فائدة معينة؟ ما هي الفائدة؟ ماذا نرتئي؟ إلى ماذا نطمح حتى نحصل عليه في هذه الجرعة المحفزة؟ كل هذه القضايا قضايا ليست فقط قضايا أخلاقية وإنما هي قضايا عملية وقضايا علمية. من نقطة الأخلاق تحديدا أنتقل إلى السيد نور الدين بكيس، من سؤال أزمة إنتاج أم أخلاق؟ ما المطلوب اليوم مجتمعيا سواء في الإعلام من رجال الدين، من يعني مسؤولية الفرد نفسه، من كل هذا المجتمع، ما المطلوب بشكل سريع لو سمحت؟ المطلوب مزيد من التشكيك، مزيد من الشك، مزيد من التردد، لأنه ذلك يطرح الإشكاليات الصحيحة. أين الدولة الرائعة؟ لماذا كل هذا الجشع؟ لماذا كل هذا الاستغلال والتكالب؟ يعني في آخر المطاف الإشكاليات المطروحة هي إشكاليات مشروعة جدا، وخاصة وأن العقل البشري يعني المواطن عموما في العالم تطور، لم يعد يعيش مرحلة كبيرة، مرحلة الصدمة، أصبح أكثر عقلانية، أصبح يناقش، يريد أن يفهم، وبالتالي كل القيم التي كانت صدعوا يعني أسماعنا بها لفترة طويلة جدا رأيناها تنهار في ظرف قياسي عندما قررت كل دولة تنكفئ، دولة غنية أن تنكفئ عن ذاتها، وبالتالي تراجعت بسرعة قياسية بضغط الآخرين، بضغط الضعفاء والآخرين الذين شككوا في كل تلك القيم. وبالتالي نحن أمام سياق صحي طبيعي جدا، معقول جدا أن نطرح أسئلة. لم تعد المجتمعات تدار كما السابق بتلك الأوامر وتلك الفوقية، كل شيء يستطيع أن يخضع للنقاش، حتى الجانب الطبي، لأن المجتمعات اليوم تقرأ، سهل جدا بالنسبة للملايين الجامعيين أن يدرسوا، أن يطلعوا على تقارير طبية، على تقارير منظمة الصحة العالمية. وبالتالي يجب أن نقبل بفكرة الانتقال من مستوى إلى آخر حين يتم التأسيس لعقل نقدي أفضل. أنهي معك سيد أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي وأنت معنا من لندن اليوم، أيضا ما المطلوب للدفع نحو أخذ هذه اللقاحات، لأيضا يعني ذهاب قدما والتقدم قدما في اقتصادات الدول سواء الفقيرة أم حتى الغنية، لأنه كله تعرض لنكسات نتيجة هذه الجائحة بشكل سريع أيضا؟ يعني المطلوب جملة من المطالب يجب تحقيقها خاصة من قبل الدول المتقدمة اقتصاديا. أول نقطة هو يعني إيقاف الجشع وإيقاف الأنانية. يعني هنا في بريطانيا هناك فائض من اللقاحات في الوقت الذي يعني تمكنت الحكومة البريطانية من تقديم برنامج للقاحات هو الأكثر كثافة قد يكون على المستوى العالمي، أكثر من 80%
من البريطانيين باتوا ملقحين بجرعتين. النقطة الثانية يعني تطالب بها شركات الدواء ومراكز البحوث العلمية التي توصلت إلى هذه اللقاحات أن تتخلى عن الملكية الفكرية وتقدم أحقية إنتاج اللقاح إلى الدول النامية. هناك العديد من الدول النامية التي بإمكانها أن تنتج هذا اللقاح بكميات كبيرة جدا. عندها الدول الفقيرة سوف تتمكن من تكثيف وزيادة برنامج تقديم اللقاحات لديها. كذلك أيضا ماليا على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يقدموا مساعدات حقيقية بعيدة عن الكذب والافتراء بأنها تسعى لتقليص الفجوة بين الفقير والغني. يعني لو سمح الوقت لكنت قد شرحت لا بالتفاصيل. لا يسمح أبدا. طيب هل من كلمة سريعة لرافضين التلقيح لمجرد الرفض بشكل سريع؟ هذا ما حلهم؟ ما الحل معهم؟ لمجرد الرفض هناك الكثير من العلامات الواقعية الواضحة وضوح الشمس بأن اللقاح هو الحل الوحيد كالطريق الوحيد للخروج من نفق كورونا. وأصدق مثال على ذلك بريطانيا. بريطانيا تمكنت من يعني مواجهة فيروس كورونا بالرغم من أن البلاد باتت مفتوحة كليا، والآن عدد دخول المستشفيات حالات دخول. كل الشكر لك السيد أحمد ياسين الخبير بالاقتصاد السياسي من لندن، علي فطوم من ميشيغان، والسيد نور الدين بكيس من الجزائر. مشاهدينا وصلنا إلى ختام المشهدية خاص، شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.